مشروع تطوير المكتبات المدرسية والمكتبة الإلكترونية اللي بيمكن الطلبة والكادر التعليمي من الوصول لأي كتاب مطبوع في المدرسة عن طريق الإنترنت. هالمشروع المهم رح نتعرف عليه أكثر عن طريق باسم فارس، خبير المكتبات ومنسق مشروع تطوير المكتبات المدرسية. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. وأيضا معنا معلمة وأمينة مكتبة مدرسية لبيبة برهومة. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. مشروع كتير مهم، تقريبا أنجز المرحلة الأولى منه، هلا رح إن شاء الله تبدو بالمرحلة الثانية. يعني قاعدة بتخيل إذا أنا في البيت أو وين ما كان بقدر أوصل لأي كتاب موجود من المدارس طبعا التابعة للأونر، وقدي هالفكرة حلوة. أنت صاحب الفكرة أستاذ فارس، صحيح؟ صحيح. شكرا أخت دانا على الاستضافة طبعا، ويسر لي أني أعرف المشاهدين على هذا المشروع التطويري الذي قامت به وكالة الغوث الدولية. فقد بني هذا المشروع على أساس أن الطلبة في العصر في القرن 21 وفي العصر الرقمي لا يمكن أي منهاج دراسي في العالم أن يغطي التطورات التكنولوجية المتسارعة التي تحدث. فلذلك تم التركيز على تدريب الطلبة على مهارات التعلم الذاتي المستمر مدى الحياة. ومن هنا وانطلاقا من هذا المبدأ أن تدريب الطلبة والمعلمين على التعلم الذاتي والتدريب الذاتي والمستمر لابد من توفير البنية التكنولوجية لهذا. وقد تم التواصل مع الهيئات الدولية والإقليمية بحيث تم بناء البنية التحتية اللازمة لهذا المشروع. فتبرعت شركة بيبليوفيش الكندية، وبالمناسبة بوجه لهم الشكر الجزيل على هذا التبرع. طبعا لأنه مكلف، يعني إذا عم نحكي عن بنية تكنولوجية. شركة بيبليوفيش الكندية تبرعت لمدة سنتين في استضافة المواقع الإلكترونية الخاص بالمدارس بالمكتبات المدرسية في وكالة الغوث الدولية، وكذلك وفرت البنية التحتية للفهرس الإلكتروني الموحد. الآن أمناء المكتبات المدرسية والأكاديمية وغيرهم، إحنا مدرسية وكذلك المكتبات الأكاديمية الأخرى، وفرت لهم نظام يسمى أوبالز، وهذا النظام قادر على التعامل مع صيغة مارك 21، وهي صيغة حديثة في وموحدة في العالم على مستوى العالم في الفهرسة والتصنيف، تقنيات الفهرسة والتصنيف. فالآن أي أمين مكتبة لدينا بإمكانه أن ينجز مهامه الفنية على الإنترنت ويب بيست أبليكيشن. وكذلك ربطنا المشروع بالفارس العربي الموحد بالمملكة العربية السعودية، حيث يمكن لأمناء المكتبات المدرسية والأكاديمية أن يستوردوا التسجيلات للكتب الخاصة بهم بدون أن يعنى من الفارس العربي الموحد. وكذلك يمكن لزملائنا في المكتبات المدرسية والأكاديمية أن يضيفوا إلى المكتبات العربية التسجيلات المفارسة الفنية. وبذلك انتهينا الحمد لله من البنية التكنولوجية الحديثة. الآن في المرحلة القادمة سوف نبدأ ببرنامج مهارات الثقافة المعلوماتية، أو كما يسمى باللغة الإنجليزية Information Literacy Program. وإن شاء الله نكمل عنه. هذا راح يكون إن شاء الله راح نكمله خلال السنة خلال السنة هذه. سنقوم بإنشاء مواد تدريبية محوسبة، وسوف نزود الطلبة بها بالوسائل الحديثة. ممتاز. ست لبيبة، لو بدنا ننتقل شوي لنحكي عن الجانب التطبيقي، يعني أنتوا لما استقبلتوا الفكرة في المدرسة تطبيقيا كيف تفاعل كان الكادر التعليمي الطلاب، وكيف تسهلت أمور البحث العلمي بشكل عام؟ الوهلة الأولى هي كانت الفكرة نعتبرها ضرب من المستحيل، يعني شيء مستحيل. لأنه أنك تنزلي مجموعة الكتب، الكم الهائل من الكتب اللي في المكتبات على موقع إلكتروني بتطلب وقت وجهد، وهذا الموضوع خاصة احنا بالأونروا غير متفرغين إليه. لكن الفكرة اللي بتقوم على انه الفائدة للطالب وتدريب الطالب على البحث العلمي هو اللي خلانا نمتلك الإرادة ان نعمل فيه. الفكرة بتقوم، قمنا بإدخال كل مدرسة قامت بإدخال كم الكتب اللي بتملكه. يعني مثلا على تجربتنا الشخصية احنا تقريبا عندنا 3000 كتاب قمنا بإدخالهم على الموقع الإلكتروني. 3000 كتاب وين موجودين؟ بالمكتبة عندنا، أصبحوا الآن على الموقع الإلكتروني. يعني بإمكان أي إنسان وهو في بيته من خلال دخول للموقع الإلكتروني تعرف على الكتب الموجودة في مدرستنا.
يعني الطالب الآن أصبح في مجال وحتى هو في البيت، خاصة فترة الاستراحة قصيرة اللي يستعير الطالب، يأتي إلى المكتب ويستعير الكتاب، فبيلجأ الآن وهو في البيت بيدخل على الموقع الإلكتروني، بتصفح كم الكتب الموجود، بضع الكتاب اللي بده يدخل عليه، حتى ممكن يكون يرافق الكتاب كتاب إلكتروني. يعني الموقع يعني ممكن يكون يلاقي الكتاب كامل على الموقع. على الموقع. بالإضافة إنه في أوعية أخرى، يعني في اتجاه وتوجه إنه نعمل أوعية لمادة سمعية وبصرية. فتخيلي، وهذا كله بيعتمد على التعلم على المصادر. يعني كل ما كان التعلم على المصادر، يعني بطل الموضوع عندي إنه الطالب متلقي، أصبح مشارك في العملية التعليمية. فالطالب إذا دخل مشارك في العملية التعلمية صار اندماج مع البيئة التعلمية أكثر. صح. فالاندماج مع البيئة التعلمية بعطي ديمومة للمعلومة، وهذا صحيح. اللي احنا بنلجأ له. الآن فالطالب بده يدخل على الموقع، فكرة إني أخذ البحث العلمي كانت قديما، يعني في عندنا مشكلة طبعا أنا بحكيها عن نطاق واسع، مش فقط في الأردن، في أي دولة عربية تطلبي من طالب بحث علمي بكل بساطة بسبب التكنولوجيا بسبب الإنترنت بيبحث عن الموضوع، بيقوم بعمل كوبي بيست وسحبه وارساله للمعلم او اعطاه للمعلم. فقصور بعض المعلمين انه عن قراءه الابحاث، بيلجا الطالب انه العمليه هذه بتسهل عليه وفيها بساطه وفيها اختصار للوقت والجهد، لكن اللي بنقوم عليه الان انه بنتفاعل مع المعلومه. يعني انا بدخل على المعلومه بقراها بتصفحها بفهم بختصرها بحاول وقد اعيد انتاجها. الجميل انك تعيد انتاجها، باعاده الانتاج انا بخلق جيل قادر على التغيير، قادر على انه يصنع معرفه. صح. وهو بيصير اصلا مهتم اكثر بالمعلومه، يعني زي ما حكيتي ما بتكون مفروض عليه انه انت هلا لازم تقدم بحث، هو بيصير متورط بالشغف اني احصل المعلومه واطور فيها. مزبوط. يمكن هذا كان توجهك في البدايه استاذ باسم. طبعا يعني هي شوفي الان الاستراتيجيات الحديثه في التربيه تقوم على مبدا التعلم النشط. يعني الطالب هو جزء فاعل في العمليه التعليميه التعلميه. الطالب ليس متلقي، الطالب يشارك المعلم، بل هو والمعلم يتعلمان سويا. برافو. صح. يعني هذا المبدا، يعني كل كتاب كل مصدر معلومه هو خبره تعلميه جديده للطالب، لانه خصوصا الطلاب او الجيل ما بحب المفروض عليه او فعندما يعني لكي نحدد المفهوم اكثر. يعني المكتبه المدرسيه هي ليست المكتبه المدرسيه او الاكاديميه، هي ليست كالمكتبه العامه. يعني المكتبه العامه بامكانك تروحي في وقت فراغك مطالعه، عندك شغف في المطالعه بتروحي بتقراي بتستعيري، لكن لا، المكتبه المدرسيه والاكاديميه هي مكتبه للاهداف تعليميه تعلميه. الطالب فيها عليه أن يتعلم مهارات التعلم الذاتي المستمر مدى الحياة. صحيح. كيف يصل إلى المعلومة، كيف يقيم مصدر المعلومات، كيف يقيم مصدر المعلومات بشكل عام، المؤلف، تخصص المؤلف، طب هل هذا الكتاب له علاقة بالمادة في موضوع البحث. بعد ما ينتهي الطالب من الكتاب عليه أن يوثق هذا الكتاب، الاستخدام الأخلاقي للمعلومات. ومن ثم الطالب ينتج المعرفة الجديدة. يعني قد تكون هذه المعرفة ربما دراسة جديدة مثلا في البيئة، يعني قد تكون دراسة جديدة في الطاقة، ممكن معلومة تقود إلى معلومة يعني جديدة. ممكن عم نشوف مجموعة من الصور هيك، لو تحكوا لنا عنهم شوي. طبعا هاي الصورة أخذت في المكتبة المدرسية في مخيم سوف مع الأستاذ، طبعا الأستاذ محمود العجيلي، بوجه له الشكر والتحية على المساهمة الإيجابية. كنا هنا نقوم بتدريب الطلبة على مهارات التعامل مع المعلومات، كيف يستخدمون الموقع الإلكتروني الخاص بالمكتبة. بتحس سهل تطبيقيا التعامل؟ جدا سهل. العملية يمكن سهل جدا. أدخل عليها بالموضوع. الموضوع أنك تعطي الموقع الإلكتروني، الطالب بيلج للموقع، في بحث في خانة البحث، يكتب اسم الكتاب، الجميل انه ممكن حتى اسم مؤلف، ما يكون يعني مش عارف اسم الكتاب بس ممكن اسم مؤلف، ممكن نبحث عن من طريق المؤلف، يعني من اكثر من طريق، اكثر من جانب، اللي هي بيختصر الوقت. انا ممكن حتى سلسله، ممكن دراسه مستقبلا ندخل دراسات. فالطالب بيدخل على الموقع الالكتروني بيعرف المدرسه ماذا يوجد كتب او كم الكتب التي تتناول الموضوع، بيسجلها،
حتى في الحلو بالموقع انه في فهرسه يعني التصنيف وفر التصنيف، يعني الطالب بيسجل اين الكتاب، موقعه على الرف، بيسجل التصنيف كل التفاصيل بالتفاصيل بعد ما كتب مجموعة الكتب اللي بيحتاجها للبحث العلمي. ثاني يوم او وقت فراغه طبعا بيذهب لامين المكتبه، انا اريد هذه الكتب، عمليه استخراجها بتصير اسهل لانه صار عنده المصادر اللي سوف يتكئ عليها في صح. موضوع البحث بيدخل عليها بيقرا ما يريد، وقد يستعين بعدين زي ما حكينا بالكتب الالكترونيه فبيعطي اضافه. هون التعلم اللي على المصادر يعني المكتبه لم تعد مخزن للكتب، أصبحت هي مؤثرة في العملية التعليمية. صحيح. يعني يمكن الطلاب مشكلتهم ليش بيلجأوا للبحث الجاهز، عندهم صعوبة بالتعامل مع المكتبة، يعني المكتبة بالنسبة لهم منظومة معقدة، فأنتوا هيك بتسهلوا الموضوع. يمكن كمان بسبب العصر الحديث والتكنولوجيا، يعني إحنا طلابنا أصبحوا طلاب رقميين. صحيح. يعني الطالب بسبع سنوات بيستطيع إنه يدخل على الكمبيوتر صح. ويتعامل معه، وهذا بعطي المتعة. أنا أتعامل مع شيء الوصول. متناسب مع عصري هو اللي بيعطيني السعادة صح. وهذا أعطاهم شعور بالسعادة، حتى الطالبات عندي هم اللي أدخلوا الكتب ساهموا بإدخالها، يعني أدخلوا الكتب، كانوا يعني أنا إذا كان عندي حصة الطالبة بتقوم هي بتكمل العمل، وهذا الإشراكهم كمان حلو. في شيء أو مشروع مثل هذا جعلهم دافعية إنه إحنا بننجز صح. أو بنعمل شيء. حسيتي كل الطلاب نفس الإيجابية بالتعامل مع الموضوع، ولا لسه في طلاب كمان مش متحمسين أو مش متفاعلين مع المشروع بشكل كبير؟ لا هي إجمالا الجميع حابب الفكرة إنه أنا أدخل المكتبة من البيت، لأنه زي ما حكيت لك الاستراحة ربع ساعة أو 20 دقيقة. الطالب إذا بده يفكر الكتاب أين تصير. الكتاب ماذا سأكتب، كيف سأكتب، الآن السهولة إني أنا أعرف ماذا أريد صح. يعني الطالب يعني في مقولة بتقول لا تعلمني علمني كيف أتعلم، فبالتالي الطالب إذا بيعرف كيف بيتعلم صح. صارت العملية التعليمية ممتعة أكثر من إنها فرد. الكلمة ممتعة بيكون أكثر من إنها فرد، وهذا هو اللي إحنا بيخليناهم هيك أقرب لعصرهم صح. للتعامل معه. صغرتوا الفجوة بين الكتاب وبين والتكنولوجيا اللي هي التطور الحديث صحيح. لو بدنا نحكي هلأ هيك مشروع ضخم، عم نحكي عن تكلفة صفر، يعني مع إنها بتحتاج لضخ أموال فيما يتعلق بالبنية التحتية البنية التكنولوجية، لكن شو قديه كان في صعوبات لتوصلوا هيك مرحلة، تنفذوا مرحلة كاملة وتوصلوا لمرحلة جديدة بعملية التنفيذ؟ يعني أولا الموضوع قام على التخطيط، العنصر الأول التخطيط. كان عندنا احتياجات في الميدان. أول احتياج هو الطالب الرقمي. هذا الطالب المرقمن، يعني هناك فجوة بينه وبين المعلم، المعلم يعني هو الطالب يستطيع أن يتعامل من التكنولوجيا أكثر من معلمه وأكثر منا، لأنه هو ولد في هذا العصر. في هذا العصر. يعني مثلا أنا أتذكر المرة الأولى الذي استخدمت فيها الإنترنت، لكن هذا الجيل لا يتذكر المرة الأولى التي استخدمت فيها من عمر سنتين بتلاقيها لا يتذكر عليها. فهذا جيل له طبيعة صح. فكانت الاحتياج أول أنه لابد من الوصول إلى الطريقة التي يفهم بها الطالب هذا العصر، يعني أن ندخل أن نهاجر إلى الرقمية معه. فالخطوة وبعدين بدأ التخطيط، وضعنا الأهداف ووضعنا الخطط الإجرائية للتنفيذ، وكان التواصل يعني شركة بيبلفيش أنا اشتغلت معهم بالمملكة العربية السعودية وكانوا رائعين في التعامل، وطبعا هم شركة أكيد ربحية يعني خاصة، لكن أنا طرحت عليهم الفكرة، قلت لهم إنه هذا النظام أوبالز هو نظام متخصص للمدارس والمكتبات الأكاديمية، فلما لا تطبقونه في العالم العربي؟ لقوها شوي إنه هيك فكرة صعبة كانت لأنه مش مترجم. فأنا استعديت إني أترجم النظام، أترجم النظام بشكل عام، والآن النظام سيترجم إن شاء الله خلال الفترة القادمة إلى اللغة العربية. وعرضوا علينا إنهم يعملوا البنية التحتية، وطبعا أقول بشكل مجاني. وكان التبرع السخي منهم صراحة، يعني 172 موقع إلكتروني لكل مدرسة موقع، وخوادم الإنترنت السيرفرات منحونا إياها، مع إمكانية إنه إن ندخل الفيديوز والكتب بصيغة PDF. كذلك كانوا مستعدين أيضا لتقديم المواد التدريبية الخاصة بهذا النظام مجانا لمعلمينا ومكتباتنا الأكاديمية والمدرسية. فكانت الصعوبة إنه هل نجد المتبرع، لكن في هذا العالم في كثير ناس مهتمين في البحث العلمي صح.
ومهتمين في دمج الطلبة في هذا العصر، في هذا العصر الرقمي، وكانوا ما شاء الله عليهم يعني وفروا لنا كل شيء ممتاز. هم جاهزين كمان لأكثر من سنتين، يعني هم أعطونا سنتين لكن تحمسوا لكمان، تحمسوا لكمان سنتين وهكذا ممتاز. فدائما المشوار نبدأه بخطوة، بدينا الخطوة بهمتكم إن شاء الله. يعني الشباب الأعضاء المشروع التطويري للمكتبات المدرسية والأكاديمية راح يكملوا المشوار كلنا مع بعض، وراح إن شاء الله يعني العام القادم يكون فرحة أكبر إنه كل الطلاب دربوا على مهارات التعامل مع المعلومات، دربوا على عملية إعداد البحث العلمي، وخرجنا طلاب فعلا قادرين على التفكير الناقد ممتاز. قادرين على التعلم، لأنه بالنهاية هذا هو الهدف، مش الهدف طبعاً. الشهادة أو طبعا يعني طبعا أنا الطالب بهمني أن الطالب أن يفكر صح. أن يفكر أن يسأل نفسه لماذا وأين وكيف ومتى، هذه صحيح. الأسئلة عندما ندربها للطالب ونعلمه كيف يحصل على المعلومة، طبعا إحنا كمجتمع سيرقى أكثر، والمجتمع سيخرج جيل قادر على النهوض والبناء أكثر أكيد. وأكثر أكيد من جد أكيد على أيديكم بهالمشروع المهم ده. أشكرك أستاذ باسم فارس خبير المكتبات ومنسق مشروع تطوير المكتبات، وأيضا سيدة لبيبة برهوم معلمة وأمينة مكتبات، يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك.